السلام عليكم، ازيكم حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده طلب مني كتير جدا. المنظف اللي بعمله بالليمون، اللي هو بنضف بيه الاستانلس وبنضف بيه الالومنيا، وتقدري تلمعي بيه اي حاجه، وتقدري كمان تنضفي بيه اي حاجه فيها دهون. بنعمله ازاي؟ قلت لكم قبل كده، بتجمعي قشر الليمون، بس قشر الليمون يكون كويس، ما يكونش بايظ، ما يكونش فيه حته مش كويسه، ما يكونش فيه حته مغدره، لا، قشر الليمون، القشر بتاع الليمون يكون كويس جدا. خلاص، بعد كده بتنقعي في شويه ميه وشويه خل، تمام. لما بتجمعي شويه محترمين زي دول، هتعمليهم بنفس الطريقه اللي هنعملها مع بعض النهارده. انا معايا حل اهي، هفضي فيها البرطمان بتاعي ده الليمون. بصوا، هتلاقوا الصفرة اللي زي كده مثلا، دي مثلا كنت رميها في البرطمان امبارح او حاجه، البني اللي زي كده او اللي زي كده هتلاقوها مثلا بقالها كام يوم. يعني انا مثلا بجمع لحد ما يتجمع معايا برطمان، على فكره وما بيبص وما بيعفنش وما بيجرلوش اي حاجه، جمعيه في برطمان كده، الخل بيحفظه بره التلاجة ولا يجرى له اي حاجه. بعد كده هزود بقى قد كميه الميه دي، هزود ميه كمان. بعد كده هحط له ربع كوبايه من الخل بلاستيك شغال، المونيا شغال، ستانلس شغال. بصوا، حاجه كده خيال. هرفعه على النار وهسلقه كاني بسلق ليمون عادي جدا، لحد الليمون بتاعي ما احس ان هو اتهرى وينفع يتضرب في الخلاط او يتضرب بالهاند بلندر. بعد كده هنزله، هرفعه على النار، وبعد ما بيتسلق هرجع لكم على طول. خلاص كده، بعد الليمون بتاعي ما اتسلق هصفيه كويس جدا، والميه دي هاخدها هقول لكم هنعمل بيها ايه، بس اهم حاجه هصفي الليمون الاول من الميه دي. ادي الليمون اهو صفيته، بصوا هو ايه، يعني انا سبت فيه شويه ميه صغيرين، وبقيه الميه اهي. الميه دي بقى بنعمل بيها ايه؟ بنزود بيها الصابون بتاع المواعين. حطيها كده في برطمان عندك، او حطيها في علبه، اي علبه عندك حطيها فيها. كل ما تيجي تاخدي من صابون المواعين زودي منها شويه، هتحافظ على ايدك وفي نفس الوقت هتخلي الحاجه بتاعتك تلمع وتبقى زي الفل، خصوصا كمان الكوبايات. فدي انا هحتفظ بيها مش هرميها. نيجي بقى الليمون نفسه مع شويه الميه اللي موجودين فيه، هضربهم كويس جدا بالهاند بلندر، اخليهم ناعمين على الاخر. ضربته كويس جدا، شايفين بقى عامل ازاي؟ بقى ناعم جدا، ناعم جدا خالص اهو، هرست كله. طبعا عشان تعملي بيه كده مش هيرغي، لانه ما فيهوش اي حاجه، وهينضف بس مش هيرغي. فانا هحط عليه شويه من صابون المواعين زي ما انا بحط معاكي اي نوع صابون مواعين عندي. انا هحط شويه من اوكسي عشان بس لما اجي اعمل بيه يرغي، في نفس الوقت كمان لونه يبقى حلو. معلقتين كده كبار بس كده. انا هقفل لكم الفلاش عشان تشوفوا لونه. ده هيكون لونه بيكون اخضر في اصفر. خلاص، حطوه في برطمان عندكم، تمام. انا الشويه اللي عندي اهم، بس هما دول لونهم اصفر، لان انا كنت حاطه صابون المواعين عليك على الليمون كان لونه اصفر، عشان كده هو لونه اصفر. احط دول على دول واحطهم بقى في برطمان، واحتفظ بيهم عندي بره التلاجة، مش في التلاجة، بره التلاجة، مش بيجرى له اي حاجه، الخل بيحافظ عليه، وكده كده الليمون مش بيعفن بسهوله. خلاص انا كده خلصته اهو. بصوا بقى، استانلس شغال، سواء حلل او مقابض او اي حاجه ممكن تتخيلوها، افران من جوه شغال، مفيش اي مشكله، بس حاولي ما تخليهوش ناحيه الشوايه، لان هو بيبقى فيه قطع، فممكن تدخل في الشوايه تسدها. ممكن تعملي بيه الشبكه، تعملي بيه الصاج بتاع الفرن، جناب الفرن، البوتاجاز من فوق، ازاز البوتاجاز بيخليه فله مع سبونش عاديه جدا، اي حاجه، الوميتال شغال، ارضيه شغال، كل حاجه ممكن تتخيلوها بيعملها. بس تعالوا جربوه في المونيا واستانلس، هتدعوا لي دعوه من قلبكم. ده كان المنظف بتاع الليمون، اشوفكم بقى على خير، ومتنسوش الدعوه الحلوه واللايك. سلام عليكم.